مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون الحياة، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة من جولات عين على البرلمان من أمام مجلس النواب. أحييكم واستعراض لأهم تفاصيل الجلسة العامة اليوم، وهي الجلسة رقم 81 وبعض أعمال اللجان النوعية. اليوم كما قلت لكم الجلسة 81، وتم يعني كان هناك فيها 92 طلب إحاطة وستة طلبات عامة للمناقشة، و13 سؤال كان موجه للحكومة ووزرائها. وأيضا يعني كان على رأس قائمة الجلسة العامة اليوم استكمال لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية. وطوال هذه الفترة وردتنا من بعض مصادرنا منذ قليل أن مجلس النواب رفض مقترح تعديل المادة 13 بالخدمة المدنية، والذي كان يقول أو يؤكد على إضافة مصابي وأسر شهداء ثورتي 25 من يناير و 30 يونيو إلى الفئات التي حددها المشروع، مشروع قانون الخدمة المدنية، لمنحهم وظائف حكومية يعني فورة أو عند الإعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية. تم رفض هذا التعديل وأقر المجلس ببقاء المادة كما وردت بلجنة القوى العاملة. العديد من اللجان النوعية اجتمعت اليوم كاللجنة الثلاثية المشتركة، واجتمعت بخصوص مقتل أو أزمة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. هذه اللجنة كانت برئاسة اللواء كمال عامر، وخرجت بتوصيات أهمها يعني تشكيل بعض الوفود لزيارات برلمانية إلى برلمانات أوروبا. وأيضا استبعد اللواء كمال عامر رئيس هذه اللجنة يعني ما وصفه بالتصادم الدبلوماسي بين الجانبين الإيطالي والمصري، وطبعا استند على هذا إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين الجانبين المصري والإيطالي. أيضا لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الشعيني اجتمعت لاستكمال مناقشة قانون تحويل بنك التنمية الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، وكانت بحضور مسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي. يعني أيضا لجنة الإعلام والثقافة أيضا اجتمعت اليوم يعني بحضور وزير الآثار، ويعني يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا اليوم سيادة النائب تامر عبد القادر، وهو وكيل لجنة الإعلام والثقافة. يعني يطلعنا أكثر على تفاصيل اجتماع اليوم. يعني أنا آسف طولت على حضرتك سيادة النائب، ولو نعرف تفاصيل أكثر عن اجتماع اليوم، ويعني وأسأل حضرتك بعد كده على بعض النقاط الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده كان اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار، كان في حضور دكتور خالد العناني وزير الآثار، واللي استعرض خطة الوزارة في تطوير بعض المتاحف منها متحف الحضارة. أيضا تطرق اللقاء وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لزيارة المناطق الأثرية في الوادي الجديد، وذلك يومي الخميس والجمعة القادمين. طبعا كان تردد وجدل أثير فعلا جدل حول سرقة بعض الآثار في منطقة القصر الإسلامية والمزوقة في الدخل الوادي الجديد، ويعني لم نتأكد بعد من حقيقة الواقعة، ولكني الواقعة أنا نفسي ممكن أصدقها، لأن الوادي الجديد بها عجز صارخ في حراس الأمن في الآثار. وسبق وطلبنا رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار بسرعة تعيين حراس أمن للمناطق الأثرية والمخازن الأثرية، لكن مجلس الوزراء للأسف قال إن مفيش تعيينات، ومن الواضح إن آثار مصر بتنهب وتسرق بسبب إن الحكومة ليست مدركة بقيمة هذا الأثر، وما عندهاش قدرة إنها تاخد قرار وتعين عدد من حراس الآثار للمناطق الأثرية. ولذلك في لجنة تشكلت من المجلس برئاستي وعدد من النواب لزيارة المناطق الأثرية في حضور وزير الأثار، ولجنة أيضا من وزارة الأثار يوم الخميس القادم للوادي الجديد. على أرض الواقع سيتم الوقوف على إيه بقى بالضبط، أو آلية عمل هذه اللجنة سيكون إيه بالضبط خلال اليومين دول؟ تفقد المناطق الأثرية المهملة في الوادي الجديد، والتعرف على مناطق الضعف والقوة الموجودة بها، بالضبط ونشوف بنفسنا ونتأكد عدد حراس الأمن قد إيه، المناطق الأثرية اللي موجودة في الوادي الجديد هل حراس الأمن اللي موجودين كافيين ولا لا، المخازن الأثرية ظروفها إيه، في أكتر من مشكلة هنتطرق إليها وهنستعرض على أرض الواقع خلال زيارتنا للوادي الجديد إن شاء الله. طيب لو نتطرق إلى نقطة أخرى أو موضوع آخر يهم لجنة الإعلام والثقافة، بالأمس يعني معلوماتنا كانت بوجود وزير الثقافة بالأمس، يعني كان هناك اجتماع أيضا مع لجنة الإعلام والثقافة، خلينا نعرف تفاصيل أكتر يعني حول موضوعات هذا الاجتماع.
كان وزير الثقافة موجود في اللجنة بالأمس بخصوص كنا بنناقش جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية اللي يعني بتمنحها كل عام وزارة الثقافة من خلال مسابقة، وكان حضور الوزير لكي يوضح لأعضاء اللجنة أو للنائب الزميل اللي تقدم بطلب حول هذا الشأن، وأنه كان هناك رفض للآلية والطرق اللي بيتم من خلالها تقديم تلك الجوائز لأصحابها. واستعرضنا خلال الاجتماع يعني مقترحات مختلفة من شأنها تغيير أسلوب منح هذه الجوائز لأصحابها، يعني بدل ما تبقى الجوائز من خلال مسابقة وكل فرد يتقدم للمسابقة، ليه مثلا ما تبقاش من خلال ان تبقى في لجنة تقيم ايه هو العمل كويس من غير ما صاحبه يتقدم لهذه المسابقة. وتطرقنا لأمور أخرى، وده كان أول اجتماع في هذا الشأن، وفي هيليه اجتماعات أخرى هنتكلم من خلالها، ممكن يكون يوم الحد الجاي لو في جلسات هنتكلم من خلالها عن آليات جديدة ومشروع قانون جديد لجوائز الدولة التقديرية ولمن تمنح وكيف تمنح. نعلم برضو من مصادرنا أنك تقدمت بطلب إحاطة فيما يسمى بالكشف عن فساد هيئة الثروة المعدنية. خلينا نعرف على أي شيء استندت في طلب الإحاطة والمعلومات اللي حضرتك مجمعها، نعرف برضو بعض منها يعني كسبق للإعلان عبر الإعلام. طبعا أنا تقدمت بطلب مناقشة عامة في الجلسة العامة. مناقشة عامة وليس طلب إحاطة. طلب مناقشة عامة، وطلب المناقشة العامة الهدف منه إن إحنا نستعرض الفساد المقنن الموجود في هيئة الثروة المعدنية. طبعا مصر ليست دولة بترولية، ولكن الثروة المعدنية أو الحجر الجيري والطفلة هي البترول الموجود في مصر، واللي المفروض مصر كدولة كبيرة تستغل هذه الثروة في تحقيق مكاسب كبيرة ليها وإنها تنقذ اقتصادها المنهار الآن. الحجر الجيري للأسف، ولدي معلومات مؤكدة إن الحجر الأبيض مصر بتصدره بملاليم لبعض الدول الأوروبية التي تقوم بغسله حتى يكتسب اللون الأبيض وتعيد تصديره لمصر مرة أخرى بملايين الدولارات، بملايين الدولارات. أيضا صناعة الأسمنت هي صناعة طردتها كل الدول المتقدمة، تمام، وصدرتها إلى مصر. وللأسف عشان مصر من الدول النامية التي لم تدرك بعد مخاطر هذه الصناعة، أصبحت كل رجال الأعمال في الخارج في الدول العربية والدول الأجنبية بيسعوا لإنشاء مصانع الأسمنت في مصر، طبعا لعدة أسباب أهمها أن مصر يتوفر فيها المواد الخام التي من خلالها يتم تصنيع الأسمنت، وهي الطفلة والحجر الجيري. طبعا مصانع الأسمنت بتاخد الطفلة والحجر الجيري اللي هي المواد المصنعة للأسمنت بملاليم، وبتبيع للشعب المصري الأسمنت بأسعار مغالة فيها جدا، وبتمص دم الشعب. فمن خلال المقترح بتاعي أو الطلب المناقشة هستعرض يعني كافة التفاصيل، وهيكون ليا رؤية وليا وجهة نظر وليا مقترح هقدمه للحكومة في هذا الشأن إن شاء الله. طيب لو ننتقل إلى نقطة أخرى، يعني النائب مصطفى بكري تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، يعني كيف ترى مشروع هذا القانون لو كنت طلعت على بعض من مواده، وهل يعني هل نحن بحاجة لإعادة لتشكيل قانون أو مشروع قانون المجلس الأعلى للصحافة؟ طبعا القانون الصحافة والإعلام الموحد الكل فيه سواء من الإعلاميين أو الصحفيين الكل ينتظر هذا القانون، ولكن القانون تأخر في مجلس الدولة، والمدة القانونية لرؤساء مجلس الإدارة ورؤساء التحرير في الصحف القومية قد انتهت في 28/6 الماضي، ونحن الآن في مأزق قانوني، فكان لابد من وجود حل مؤقت ويبقى قانوني ودستوري نخرج به من هذا المأزق لحين ما يأتي قانون الصحافة والإعلام الموحد من مجلس الدولة. لذا تقدم النائب الزميل الأستاذ مصطفى بكري بمقترح بتعديل المادة 68 من القانون 96 بما يتضمن تفويض فخامة رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت لحين وصول قانون الصحافة والإعلام الموحد للمجلس، ثم تعود الصلاحيات التي كانت يتولاها مجلس الشورى إلى مجلس النواب مرة أخرى في هذا الشأن.
طيب خليني اسال حضرتك يعني بشكل عام عن مشروع قانون الخدمه المدنيه، والذي على ما يبدو انه اول شيء سيتم اقراره او التصويت عليه خلال الفتره المقبله او في جلسات مجلس النواب. يعني كيف ترى هذا المشروع بشكل عام، وهل بشكل شخصي ستصوت او ستقر عليه على اقراره؟ ويعني هل ترى او هل تم تلافي ما يعني ما كان مرفوض منه من بعض الفئات زي موظفي الضرائب كانوا رافضين هذا القانون، وبالتالي مجلس النواب كان يعني وبالتالي رفضوا ثم تم إعادة مناقشته؟ هل ستصوت بنعم أم بلا على المشروع، وكيف ترى المشروع؟ للأسف قانون الخدمة المدنية أنا وصفته بالقانون سيء السمعة، وقلت لي ممثل الحكومة في الجلسة العامة هذا الكلام، إن قانون الخدمة المدنية للأسف اتوصم بأنه قانون سيء السمعة، بالرغم من أنه هو خطوة من خطوات الإصلاح الاقتصادي للدولة، إلا أن الدولة تركته للشارع المصري ينهش في عرضه دون أن تقوم وزارة التخطيط بدورها في توضيح حقيقة هذا القانون وأهميته بالنسبة للاقتصاد المصري وللدولة المصرية، وكانت النتيجة هو رفض هذا القانون. طبعا القانون فيه بعض المواد التي تضر بالموظفين، وفي بعض الوزارات للأسف أن القانون يعني مثل بعض الوزارات أو أضر ببعض الوزارات ولم يتطرق للبعض الآخر. فإن لم يتم تعديل الست مواد أو السبع مواد التي رفضنا بسببها القانون سنرفض القانون مرة أخرى. يعني أكيد سيتم رفض إذا في يعني في حال الست هم ست أو سبع مواد فعلا عليهم الخلاف. إن لم يتم تعديل الست أو السبع مواد اللي عليهم خلاف واللي هم في مصلحة الموظف سنرفض القانون مرة أخرى. نهاية اللقاء أنا بشكرك سيادة النائب، كنت معنا ضيفا في عين عبد الرحمن. شكرا. مشاهدينا الكرام، كان هذا لقاءنا مع النائب تامر عبد القادر، وهو وكيل لجنة الإعلام والثقافة، أطلعنا على ما حدث اليوم في اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بحضور وزير الآثار. أشكركم على كرم المتابعة، كنت معكم محمد بهاء من أمام مجلس النواب.